مرحبا ومية ألف مرحبا بوليداتي العزاز وبنتي الغزالة ماريا. إيوا حلو معايا عقلكم مزيان باش تعطوني الحل ديال الحجية ديال اليوم. حجيتكم ما جيتكم على المبدي بحرف الجيم، كاي قرصك وما كتشوفوش. إيوا فكروا مزيان، ها بنتي جاية عندكم عطيوها الأجوبة الصحيحة. مرحبا بمي مرحبيبه ومرحبا بمشاهدي الكرام في حلقه جديده من برنامجكم شكون يحل هذا اللغز. الحجايه ديال اليوم حاجيتك ما جيتك على المبدي بحرف الجيم، كيقرصك وما كتشوفوش. نشاهدوا جميع اجابه المواطنين المغاربه ونرجع لك المهم الحبيبه. كلشي مزيان؟ واش مبروك؟ الله يبارك فيك. كلشي مزيان بعدا؟ الحمد لله. قول لي شنو هي الحاجه حاجيتك ما جيتك بعدا على المبدي بحرف الجيم، كتقرصك وما كتشوفهاش؟ الجيم 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 جرانة. شنو كيقرصك وما كتشوفوش؟ ديب الجيم الجمرة. كتقرصني وما كنشوفهاش أولا كيقرصك وما كتشوفهاش؟ الجمل. سميت كيقرصك وما كتشوفيه؟ سميتو كيقرصك تنوضي تجري تقلبي في الثلاجة. جنون. شو الحاجة اللي كتقرصك كتخليك تمشي في الثلاجة؟ كيبدا بحرف الجيم. جو نحل بوزنزلة. الجمرة. جنون. يضربوك. جنين جنين. الجوع. شكرا. كيقرصك وما كتشوفوش حرف الجيم. الجوع. شي انت واعر واعر بزاف واعر بزاف. الله يعطيك الصحة. شكرا. جمال جمال عرفتش ضروري في النهار الى جاك يسخفك. الجوع. برافو بارك الله عليك. الجوع الجوع برافو. الجوع. شكرا شكرا. الجوع برافو عليك. الجوع ولا قلم ما قلم شوف فيه. شكرا الله يعطيك الصحة. الجوع ولا قلم ما قلم شوف فيه تفكرنا به. شكرا. كل نهار كيقرص كل شويه في الصباح في 12 في الليل عارف شو ولا ما كاينش ما كتبقيت الكسكروت. الجوع. برافو. ماشي قرصك هذا وقرصك كيقرصنا ويمشي. فرق هذا ما قريت شوف تي تفكرني على ما كيقرصناش. ميرسي بوكو. ديما قارصنا انا دابا في الجوع. بارك الله فيك. شكرا. حيت ما تخديش انا علاش ما تفكرتش فيه. كاك صحة وراحة. بارك الله فيك. رجعنا لك المهمة الحبيبة وبالأجوبة الصحيحة عند بعض المواطنين المغاربة. الحجية ديال اليوم كانت هي حاجيتك ما جيتك على المبدي بحرف الجيم كيقرصك وما كتشوفوش. الإجابة هي الجوع. بصح كيقرص لينا ديما مسيراتنا وكيجينا الجوع هو هذاك. كنتمنى لكم تكونوا استمتعتوا. كنرجعوا المهمة الحبيبة حتى نتلاقاو في حلقة مقبلة. بسلامة عليكم. برافو 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 على وليداتي العزاز. الحجية ديال اليوم كانت هي حاجيتكم ما جيتكم على المبدي بحرف الجيم كيقرصك وما كتشوفوش وكيقرصك حتى في المسيرات ديالك. هو الجوع. برافو عليكم كاملين. الله ينجينا ونجيكم من الجوع الى جع. تبارك الله عليكم. ايوا حتى لهنا كنودعكم حتى نتلاقاو في حلقه مقبله. بسلامه عليكم.